بابا تخشي كاك في نونوش اها شنو مازال كيدير لك؟ تخوي الماء دير لك اهو ماما بصباعو فين كيدير لك صباعو؟ فمي لا فين كيدير لك صباعو؟ في نونوش وفين تاني؟ وفي فمي تخويني الماء باش كيخويك الماء باش شنو هو الماء فين كيدير لك باش؟ في فمي وشنو هو اللي كيخشيك في فمك يا ماما؟ تخشي ليا خوخو. انا عندي مشكل مع هذا الراجل الحياة الارهابي، ما غاديش نبقى نسميه راجل، ماشي رجوله هذه، وما كيحسن ليش الشرف يتسمى باسم راجل. هذا الارهابي اللي تكرفس على بنتي وتكرفس عليا انا الاولى وتكرفس على بنتي اميمه بزاف. انا حقي ممكن نعفط عليه، ولكن حق اميمه غادي نبقى نتقاتل عليه اللي حتى الروح ديالتي تخرج. من الروح تاعي تخرج ما غاديش نتقاتل على حق اميمه. حق اميمه هو اللي مغتصب ليا اميمه، هو اللي مدي ليها الشرف ديالها، هو اللي طعني في بنتي. بنتي اميمه امتى كان عليها التحرش؟ كان عليها مني صغيره، ولكن حيدنا حنايا ديك الفتره ديال الماء، ما ديت ما جد غير تغوت، ما سحبتوش دار شي حاجه، الله اعلم واش من داك الوقت ولا حتى الوقت مؤخر. الوقت مؤخر كنت كنخليها في البيت معاه في النعاس، كنخليها وهي باقا صغيره، ديك السن ديال عام قال شي حاجه، عام او شي حاجه، كنت كنخليه هو ناعس حداها حدا رجلي لتحت، حيت البيت عندنا غير طويل ماشي عريض. المهم ديك البنيه بعد كي طلعت كنسمع داك الصراخ ديالها كتغوت، هي ناعسه كتغوت بحال اللي كتحيد ليها العينين ديالها ديك البنيه. بعد نزلت كيقول لي شوفي بنتك مالها، هزيتها طلعتها شقيت ما ديت ما جبت. المهم مره اخرى ثاني سمعتها كتغوت، نزلت بالجد بحال اللي كتحيد الدريه العينين ديالها. داك الغوت ما عمرها ما كانت تغوت ولا يوم من هذا، من دوك جوج الغوتات اللي غوتات صعاب. سمعتو كيدير كيشخر، هزيتها انا كنطير بديك الدريه حتى شقيت وساليت، قلبتها لقيت ليها واحد شويه ديال الدم خطيطات بحال هكا مخطوفين ما ديت ما جت. ولكن اليوم ملي رجعت الكاميرا ورجعت اشنو كان كيجرى على بنتي، لقيت فيه نقطه حمراء في السليب ديالو ديال البوس، حمراء ودوره بحال النقطات اللي كيحطوا العينديات على الجبهه ديالهم، وحمراء ما نقولش لكم ديك الحموريه ديالها كيفاش دايره. ما عمرني شفتها وما عمرني تصورتها لا يوم من هذا، ولكن الا ما تعطانيش الحق تاعي اكيد غنشوف داك الدم اللي شفتو من بنتي اكيد نشوفه بايديا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.